عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامج العزومة. يومكم سعادة وهنا، ويا رب دايما متجمعين مع بعض في الخير وعلى خير، وزايدين دايما دايما ومش ناقصين. يومكم سعادة بإذن الله. والنهاردة حلقة الاثنين، يعني النهاردة هنتكلم عن نوع من التوابل أو الأعشاب أو الخضروات اللي ينفع نزرعها في البيت أو مش لازم نزرعها في البيت، ينفع إن احنا نتكلم عنها نقول فوائدها. النهاردة معانا الحبهان. عندنا النهاردة الحبهان، والحبهان من الحاجات اللذيذة جدا اللي بتفرق جدا جدا في طعم الأكلات، بتستخدم كمان في الحلو والحادق، وليه فوائد كبيرة قوي قوي في الطب. هنعرف الكلام ده كله واحنا شغالين النهاردة، هنتكلم عنه باستفاضة، هنقول فوائده، بيتزرع فين، طبعا مش هينفع نزرعه في البيت، هنقول بيتزرع فين وفوائده ايه، كل ما يخص الحبهان وبيستخدم في ايه هنقوله مع بعض النهاردة. تعالوا بينا بقى عشان حلقتنا النهارده تكفي والوصفات تظبط معانا النهارده وتطلع معانا على الهوا. فنقول هنعمل ايه النهارده؟ النهارده هنعمل الكبسه السعودي باللحمه، بما اننا كل سنه وانتم طيبين داخلين على العيد فنعمل الطبق اللذيذ ده. كمان النهارده ان شاء الله هنعمل طبق من الحلويات حلو جدا جدا، مفيد وسهل وينفع يتاكل بقى جنب القهوه العربي اللي احنا برضو هنعملها النهارده. هنعمل الحيسه السعودي، نوع من الحلويات كده مغذي جدا من مكوناته، هتعرفوا قد ايه هو لذيذ جدا جدا. تعالوا بينا بقى نبدا اول وصفه معانا النهارده، وهي الكبسه السعودي باللحمه. قبل ما نبدا افتكروا معانا ارقامنا اللي تقدروا تتواصلوا معانا من خلالها طول الحلقه، من اي تليفون ارضي على 0900 900، اما الموبايل هيكون على 2600 وفي انتظار مكالماتكم. تعالوا نبدا يلا ونسمي بسم الله ونشوف مقادير وطريقه تحضير الكبسه السعودي باللحمه. عندنا النهارده كيلو من اللحمه الضاني، يفضل تكون بالعظم لان العظم بيحتوي بقى على الطعم والنكهه العاليه قوي في اللحمه. عندنا 4 كوبايات من الرز البسمتي الذهبي، 2 طماطم مبشوره، جزرايه مبشوره، بصلايه متقطعه مكعبات صغيره، معلقه صغيره من الثوم المفروم، فلفل حامي صحيح زي ما هو، 2 معلقه كبيره من الصلصه، سمنه، ميه مغليه، هنحتاج كمان عودين من القرفه الخشب، 2 فص مستكه، فصين حبهان، وحدتين من القرنفل، 2 ورق لورا، 2 من اللومي، معلقه كبيره من بهارات الكبسه، معلقه صغيره من الكزبره الناشفه، معلقه صغيره من الكمون، ملح وفلفل اسود. الكبسه السعودي بتعتمد كل الاعتماد على شويه البهارات اللي احنا بنحطهم، هم دول اللي بيخلوا الطعم مختلف تماما عن اي رز باللحمه. فتعالوا بينا كده نسمي يلا ونشوف هنعمل ايه. بدايه كده احنا حاطين حله على النار علشان تسخن كويس، معانا السمنه، ومعانا كمان 2 معلقة من الزيت، ودايما كده بنعمل ميكس من الزيت والسمنه، خاصه كمان ان احنا معانا لحمه ضاني، اللحمه الضاني هتنزل شويه من الدهون بتاعتها، فمحتاجين الزيت هنا علشان يحافظ على لمعه الكبسه ويفضل الرز بيلمع ما يطفيش معانا بسرعه. هاخد 2 معلقة سمنه، هسيبهم يسخنوا كويس قوي، محتاجاهم يسخنوا جدا. ليه بقى؟ عشان اول حاجه هعملها هي ان انا انزل قطع اللحمه تتشوح تشويحه محترمه، فمحتاجه تكون الحله سخنه جدا، وكمان الزيت والسمنه اللي احنا حطيناهم يبقوا سخنين قوي قوي علشان انزل ادي صدمه لقطع اللحمه بتاعتنا. زي ما قلت لكم واحنا بنقول المقادير، يفضل جدا في الكبسه او هي بتتعمل في الخليج عامه باللحم الضاني، اللي هو اللحم اللي بيبقى متوفر هناك بكثره، فاللحم بتكون بتحتوي على نسبه من الدهون ونسبه من العظم اللي بيخلي فعلا الطعم بتاع الكبسه غير تماما ما نعملها بلحمه حمراء خالص، لا طبعا الفرق بيبقى كبير جدا في الطعم. هستنى بس الدنيا كده ايه تسخن كويس قوي قوي عشان ننزل قطع اللحمه. وتعالوا واحنا شغالين كده نتكلم عن الحبهان. الحبهان موطنه الاصلي موجود في الهند وسريلانكا علشان بيحتاج درجه حراره عاليه، بذوره بتحتوي طبعا على ريحه عطريه جامده جدا، وبتستعمل في الطب وفي التتبيل كمان. كلمه حبهان جايه من ايه بقى؟ عفوا، جايه من الاسم العربي للنبات اللي هو حب الهيل، عشان كده بنقول عليه حبهان.
عندنا نوعين اساسيين من الحبهان، الحبهان الاخضر اللي احنا عارفينه كلنا، وفي كمان حبهان اسود. عايز اقول لكم ان الحبهان فوائد كبيره جدا جدا، من اهمها انه بينظف الجسم من السموم لانه بيحتوي على مكونات مزيله للسموم. بيستخدم كمان في علاج اضطرابات الهضم. افتكر ماما الله يرحمها لما كان حد يجيله مغص كده واسهال ويبقى الدنيا عنده مش مظبوطه، على طول وفورا تقوم تغلي حبهان مع عود قرفه كده وتعصر عليه ليمون. سبحان الله، المشروب ده كنا نشربه من هنا ولا كأن كان عندنا حاجه. فمن المشروبات المميزه او المميزه جدا جدا للحبهان. عايز اقول لكم كمان ان الحبهان بيحد من نشاط المكونات الضاره الموجوده في الهواء وفي الميه، بيقوي الشهيه يعني بيفتح الشهيه، بيسكن الالم الناتج عن الولاده، بيخفف كمان الالام الناتجه عن الغازات اللي بيسببها تناول البصل والثوم يعني عشان القولون، بيعالج الحموضه كمان. عايز اقول لكم ان لما نخلط بذور الهيل مع القرنفل والجنزبيل والكزبره بنكون خليط اكتر من روعه لعلاج حالات عسر الهضم، وبيقوي الجهاز الهضمي تمام، وبيخلي دايما المعده في حاله صحيه كويسه. وده يفسر لنا ايه يا جماعه؟ ان دايما المشروب الاساسي والرئيسي في دول الخليج خاصه بعد اكل الوجبات الدسمه زي ما بنقول كده الكبسه والبخاري والاصناف اللي هي بيبقى داخلها لحم غنم بكم الشحوم اللي فيه والاكله بتبقى تقيله، فتلاقيهم على طول بعد الاكل مباشره بيشربوا القهوه العربي اللي بتحتوي على نسبه كبيره قوي من الهيل. ده ليه؟ علشان يساعد الهضم ويريح المعده. تعالوا نكمل الكبسه وبعدين نكمل مع بعض الكلام عن الهيل او الحبهان. كده خلاص الحله بقت سخنه وجاهزه بينا. بسم الله، عايزين نشوح بقى اللحمه تشويحه محترمه. كده انا نزلت اللحمه بدون ما احط اي حاجه ولا احط لها اي حاجه خالص، احنا عايزين نشوحها. بسم الله، واحنا بنشوحها كده بدا لونها خلاص يتغير، ده علشان احنا نزلناها في الحله وهي سخنه تماما. بينا بقى نبتدي ندلها البهارات الحصى. عندنا القرفه، عيدان القرفه، وناخد ام ايمن على التليفون. حط كمان المستكه. الو، يا مساء الفل. يا مساء العسل. ازيك يا روح قلبي، عامله ايه؟ على الاسم الغالي بنت الرسول عليه الصلاه والسلام. علي افضل الصلاه والسلام. تسلمي لي يا روح قلبي. ازيك يا روحي، عامله ايه؟ ام ايمن. ازيك يا ام ايمن، انت بقالك كتير مش بتتصلي. والله كان عندي ظروف ومش بلاقي حد يسال عليا خالص. يا رب ظروف خير ان شاء الله. حبيبتي ام ايمن نوراني. ازيك اخبارك؟ الحمد لله في نعمه والله العظيم. تسلمي لي حبيبتي، تسلمي لي والله. نوري يا روح قلبي، حبيبه قلبي. انا فرحانه قوي ان انا اكلمك. انا اسعد والله العظيم. تسلمي لي. كل عام وانت بخير. وانت طيبه ان شاء الله. امين يا رب، امين يا رب. حبيبه قلبي، كل سنه وانت طيبه. ميرسي يا ام ايمن، نورتينا وما تغيبيش علينا. حبيبتي، حطينا القرفه والمستكه، تعالوا نحط كمان ورق اللورا، اللومي، هحط كمان القرفة والهيل ونقلب تقليبة. وزي ما انتم شايفين كده اللحمة خلاص ما عادش فيها اللون اللي هو بتاع اللحمة النية، كلها كده كأنها بالظبط مستوية، بس طبعا هي مش مستوية خالص. الريحة بقى هتبدأ تطلع خطيرة. بعد ما نشوح اللحمة مع البهارات الصحيحة، تعالوا بينا ناخد البصل والثوم وندلهم تشويحة كده مع اللحمة. ننزل بالثوم واحط البصل ونكمل بقى تقليب. عايزه اقول لكم كمان من ضمن الفوائد الصحيه لحب الهيل ان له زيت. الزيت ده كتير بيستخدموه ان هم بيضيفوه للميه ويعملوا بيه عمليه مضمضه للفم لانه بيطهر الفم وبيسكن الالام بتاعه الاسنان. فده من بعض برضو فوائد الهيل، احنا كل ما هنفتكر هنقول لكم على فوائده، وفوائده كتير جدا جدا.
بصوا كده معايا، الكبسه او اللحمه بتاعت الكبسه اتشوحت لدرجه ان هي ما نزلتش نقطه ميه في الحله خالص، ما فيش ولا نقطه ميه معانا، الحله سخنه تماما، بدات الدهون كمان بتاعه اللحمه تبتدي تسيح كده ومديانه ريحه حلوه قوي. حطينا بعض البهارات كمان، حطينا ثوم وبصل، وكله عمال يتشوح مع بعضه، هيبتدي ياخد كمان معانا لون ذهبي، وده اللي احنا عايزينه. قبل ما ابدا بقى احط البهارات البودر، والبهارات البودر عندنا زي ما قلنا بهارات كبسه، عندنا كمان كزبره، وعندنا فلفل اسود، وتعالوا بينا يلا نضيفهم بقى مع بعض كده بعد ما الاقي ان البصل خلاص بدا ايه يلون وياخد اللون الذهبي. بسم الله الرحمن الرحيم. حطينا كمان الكزبره والكمون. الكمون ممكن كمان نضيفه حب براحتكم، يعني يا بودر يا حب. هقلب كويس. عايزه اقول لكم بقى ان الحبهان كمان علشان نختاره كده لازم تجيبيه يكون الحبايه بتاعته مش مكرمشه، الحبايه بتاعته كده مفروده وصحيحه ولونها اخضر قوي، ده بيبقى ريحته هايله جدا. طب ازاي لما اجيب حبهان احفظه؟ هو غالي جدا، فلما اجيب منه احفظه يفضل معايا زي ما اكون لسه جايباه. اولا هنحطه في مكان مظلم او معتم ما يكونش بيوصل له ولا ضوء ولا حراره، تمام؟ دي حاجة. يفضل حفظه كمان في برطمانات يا زجاجية يا معدن يا بورسلين، ما ينفعش نحطه في بلاستيك علشان ما يتفاعلش معاه، دي أفضل طريقة إن احنا نحفظه. ولو الكمية كبيرة بزيادة بحطه في الفريزر علشان يقعد معايا أكتر من سنة مش هيجرى له أي حاجة. هبتدي أحط كمان فلفل أسود، ويا جماعة مش قادرة أقول لكم على الريحة، الريحة وجمالها تحفة. واخدين بالكم من لون اللحمه؟ بصوا معايا كده اللحمه بقى شكلها خطير، ريحتها طالعه ما شاء الله اللهم بارك، حلوه قوي كده. خلاص حطيت كل المنكهات اللي معايا سواء حصى سليمه يعني او باودر، وشوحناها كويس جدا. بينا بقى نحط ايه؟ عندي معلقتين من الصلصه وطماطمتين مبشورين، هبتدي اضيفهم. بسم الله الرحمن الرحيم. بقى محتاجة أسوي اللحمة، هعمل إيه عشان اللحمة تستوي؟ ما تدخلونا رشة سكر بسيطة، هضيف لها رشة سكر بسيطة عشان يساعدني على تسوية اللحمة. ثانيا هحط لها شوية مية بتغلي، وغطي وهدي على اللحمة وأسيبها على نار هادية لغاية ما الاقي اللحمة خلاص ابتدت تستوي، دخلت في السوى تماما. أبتدي بعد كده أكمل الكبسة وأحط لها الرز، والرز لازم نكون غسلينه ونقعينه مش اقل من نص ساعه علشان يكون جاهز معانا. تعالوا بينا بقى، خلاص الطماطم اللي احنا حطيناها اتسبكت، احط ميه مغليه. التشويحه اللي احنا اديناها للحمه هتفرق معانا في حاجات كتيره جدا، اولا هتحافظ لي على انسجه اللحمه تكون طريه وما بتشدش معانا، ثانيا خلت الدهون اللي موجوده في اللحمه تبتدي تنزل معانا وتدينا بقى صوص وطعم حلو جدا للرز لما يستوي فيها. حاجه كمان بتحافظ لي على شكل اللحمه، تبقى متحمره زي ما انتم شايفين كده، اللحمه اتحمرت معانا واخدت لون، فاللحمه مش هتبقى لونها زي ما يكون مسلوقه، لا هيبقى لونها محمر كده وجميل جدا. تعالوا بينا بقى نغطي ونهدي النار على اللحمه بتاعتنا تستوي وتاخد تسويتها قبل ما نبتدي نحط لها الرز وباقي المكونات. ايه رايكم نطلع فاصل صغير خالص ونرجع على طول؟ اوعوا تروحوا في اي حته، مستنيين.
ورجعنا لكم تاني ومكملين حلقتنا النهاردة عن الحبهان. قلنا له فوائد كتيرة جدا جدا بصراحة، من الحاجات المميزة جدا جدا للجهاز الهضمي. عن تجربة يا جماعة، أي حد بيشتكي أنه عنده مشاكل في الهضم، أي حد عنده حموضة في المعدة، أي حد واكل أكلة دسمة، احنا داخلين على العيد والفتة والكبسة والحاجات اللي هي بتبقى فيها نسبة دهون عالية، فيفضل بعديها نشرب مشروب يحتوي على الحبهان. والنهارده هنعمل لكم مشروب حلو قوي اللي هو القهوه العربي. نشوف بتتعمل ازاي، بصراحه خطيره من عشاقها. بس تعالوا قبل ما نعمل القهوه العربي، تعالوا نعمل حاله حلو كده ينفع جنب القهوه العربي. هنعمل ايه؟ عندنا الحيسه السعودي. عباره عن ايه بقى الحيسه السعودي دي؟ عباره عن كوبايه دقيق، ده تقدري تستخدمي ابيض او اسمر حسب ما انت عايزه. هنحتاج نص كوبايه سمنه بلدي، نص كوبايه من عين الجمل المجروش، هنحتاج كمان كوبايتين من التمر اللي هو الطري السكري ده المفروم، نص كوبايه قشطه، معلقه كبيره من الطحينه الخام، معلقه صغيره من الحبهان الباودر، ونص معلقه صغيره من القرفه الباودر. وعلشان نغطي كرات الحيسه هنحتاج يا فستق يا جوز الهند يا سوداني مفروم، اي حاجه مفرومه حتى لو بسكوت مفروم. عايزه اقول لكم بقى المكونات، ممكن حد يكون شايفها غريبه كده ان هي تبقى حاجه حلوه، بس صدقوني هتبقى خطيره. القشطه والطحينه والدقيق اللي هيتحمر في السمنه ده هيخلي طعم التمر حلو قوي، ويحد من السكر بتاعه، هيبقى فيه بالانس كده ما بين كميه السكريات مع الدهون، فالدنيا هتظبط كده ويبقى طعمها حلو قوي. فتعالوا بينا ناخد كده ايه، ناخد ووك نحطه على النار. قولوا لي احط الحله هنا عشان تشوفوا معايا ولا ايه؟ عرفوني بس. نخلي الحله الناحيه دي كده كويسه، ونحط الوك كده. يلا زي الفل. عايزين بس نحط للحمه بتاعه الكبسه زي ما قلت لكم شويه سكر، رشه سكر بسيطه كده علشان تساعدنا على التسويه وتدينا طعم لذيذ كده للكبسه. شايفين النار هادية، بصوا عمالة اللحمة ايه تبقبق كده على الهادي، وده المطلوب علشان الانسجة بتاعتها تاخد راحتها في التسوية وتطلع معاكي مميزة. دايما اللحوم والطيور حافظي انك انت تسويها على نار هادية، مش ارتفاع الحرارة هو اللي هيسويها بسرعة، بالعكس لما تغلي ونهدي عليها النار هتاخد سواها براحتها وتطلع معاكي حلوة قوي قوي. طيب حطينا كده ووك على النار، هبتدي اخد السمنه واخد الدقيق. من الحاجات المهمه بقى هنا، كل ما كانت المكونات بتاعتك ذات جوده، يعني سمنه سمنه محترمه، القشطه قشطه محترمه، ده هيفرق جدا في طعم الحيسه. دايما الحلويات كده بنحب نستخدم لها سمنه كويسه عشان تدينا نتيجه حلوه. تعالوا بينا بقى ناخد السمنه. احط عليها الدقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزين بقى نسوي الدقيق. يعني ايه نسوي الدقيق؟ نحمصه ونديله لون كمان. احنا الحلويات بتاعتنا النهارده مش هتدخل فرن ولا اي حاجه خالص، فمحتاجين ان احنا نسوي الدقيق. فاكرين كده موضوع سد الحنك الحاجات دي كده، فهي اشبه ما يكون بيها مع بقى الاضافات اللي احنا هنضيفها التانيه. فلازم نحمص الدقيق ونحمره علشان يبقى مستوي. انا ما حطيتش نص كوبايه السمنه كلها عشان ايه ما تقولوش ان احنا حاطين سمنه كتير ولا حاجه، قللت اهو عشان تبقى اخف. بس هو يعني الطبيعي ان هي يبقى سمنتها كتيره شويه. طب ممكن نحط زبده؟ اه ينفع نحط زبده، زبده او سمنه الاثنين شغالين معاكي. اللي احنا بنعمله دلوقتي ان احنا بنحمر الدقيق. هنحمر الدقيق كويس.
متعارف في السعوديه ودول الخليج ان هم بيحبوا يشربوا القهوه العربي جنبيها اي حاجه مسكره، لان هم ما بيضيفوش اي سكر للقهوه بتاعتهم. فعلشان كده دايما تلاقوا في حلا او في حاجات حلوه صغيره او على الاقل تمر محطوط جنب القهوه، ده لازم علشان القهوه بتبقى بطبيعتها فيها مراره وما فيهاش سكر خالص، فتساعد كده ان احنا نشرب القهوه واحنا مبسوطين. كمان لو في حد ما يعرفش ان هم دايما بيقدموا مع القهوة طحينة، يعني بتبقى لذيذة جدا. اول مرة دقتها بالطحينة يعني ما كنتش متخيلة ان الطعم هيبقى خطير بالشكل ده، فلما حطيت الطحينة او حطيت التمر في الطحينة واكلته لقيته حلو جدا جدا، وحد كتير من الطعم القوي بقى بتاع السكر بتاع التمر. التمر بيبقى مسكر جدا، فالطحينة كده قللت من السكر بتاع التمر، فكان الطعم بجد وهمي. فدايما جربوه، عشان كده الحيسة محطوط فيها كمان الطحينة ومحطوط فيها قشطة برضو، ممكن نغمس التمر كده بالقشطة، يعني الموضوع كله تخن في تخن بس لذيذ جدا. زي ما انتم شايفين الدقيق على النار بيتحمص ويتحمر، مش عايزة ابيض، عايزة ياخد لون. مش قادرة اقول لكم بقى على ريحة اللحمة عاملة ازاي. عايزين مية، معلش املوا لي الكاتل كده وهاتوه عشان هنحتاجه للحمة. ايدينا تقليب مستمر للدقيق، يعني هي زي ما بقول لكم المقدار مظبوط جدا بتاع نص كوبايه السمنه على كوبايه الدقيق، انا قللت شويه فهتلاقوا كده الدقيق معايا مش ناعم قوي، تمام؟ عشان بس احنا هنعمل الحيسه النهارده دايت عشان الاستاذ احمد جمال عامل دايت خلاص الاسبوع فري ويوم واحد دايت كلنا كده، كلنا هذا الرجل بنعمل دايت يوم السبت بس من كل اسبوع. خلاص الدقيق معايا احمر. والله يا جماعه يعني موضوع الدايت والرشاقه اللي هي بقى في نقول ايه سعي وراها كبير قوي قوي، طبعا صحي جدا الواحد يحافظ على جسمه ما يبقاش تخين التخن اللي هو يبقى فيه تخن مرضي، انما ما يبقاش الموضوع بقى يعني خلاص هس كلنا لا 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 عشان مش عارف ايه، لا لا عشان لا. ابتديت احس ان الواحد بيتحرم من حاجات كتيره جدا علشان عايز يبقى رشيق قوي، يعني اكيد كلنا مش هنبقى لعيبه باليه يعني، فحبه كده وحبه كده والدنيا تمشي. ادي احمر واخدين بالكم خدنا لون حلو قوي، ادي استوى وده المطلوب. طيب عندي بقى قشطه، بسم الله الرحمن الرحيم، هبتدي اضيفها وهدي النار تماما، هرفع كده الدقيق من على النار عشان الدنيا ما تبقاش سخنه جدا، حط الطحينه كمان
زي ما بقول لكم كده، فاكرين اللي اسمها ايه، سد الحنك، قريب منها جدا. تمام، بس دي مش مصرية، دي وصفة سعودي. تعالوا بينا بقى نشيل الخلطة بتاعتنا دي ونيجي هنا نبتدي نحط لها بقى ايه، التمر المفروم. محطناش سكر، السكر معانا هو التمر. حط كمان مكسرات، احنا عندنا عين جمل، لو انت عايز تعمليها ومش متاح عين جمل فالسوداني يبقى حلو برضو. هحط لها الحبهان، البطل معانا النهاردة، والقرفة. ويا جماعة بقى شموا احلى ريحة وتاكلوا احلى طعم. نخلط المكونات كويس قوي مع بعض، هتلاقي اتشكلت عندك عجينة حلوة قوي وطعمها لذيذ جدا. ممكن تكون غريبة بالنسبة لكم، وصفة أول مرة تشوفوها، احنا بس احنا عملناها أعتقد من سنتين مع بعض هنا، بس أو أكتر من سنتين. ممكن تكون جديدة بالنسبة لكم، مستغربين الخلطة ومكوناتها، بس صدقوني عايزة أقول لكم إن هي خطيرة. فاكرة المرة فاتت يا ريهام لما عملناها عجبتهم جدا هنا في القناة، بجد عجبتهم قوي قوي، كانت بالنسبة لهم برضو حاجة حلوة جديدة. عايزاكم تجربوها، تعجبكم جدا. ممكن كده يكون لسه فايض عندنا تمر من رمضان، فيلا نستغله ونعمل بيه الوصفة. انا عايزة اعمل ايه، انا عايزة احط المية المغلية، نغليها بس الاول عشان نبدأ ننزل الرز بتاعنا عشان يلحق يستوي معانا. هجيب طبق كده، بسم الله الرحمن الرحيم، وتعالوا بينا بقى ايه، اتأكد بس هديت. شطوره يا ميرنا. نبدا بقى ناخد كده ايه من الخلطه الخطيره دي، نعمل كور. بصوا تحفه، ممكن نعمل فيها كمان ان احنا ندحرجها كده في جوزة الهند او فستق مجروش او سوداني مجروش او بسكوت مفروم، يعني اللي متاح عندنا اهو. ايه الجمال ده، محدش يجيب سيرة الدايت النهاردة. او اقول لكم على حاجة، كلوا وبعد كده ايه ادوها حبهان. احنا هنعمل قهوة عربي دلوقتي مع بعض. قعدت افكر يعني قبل ما كنت اقرا عن الحبهان، الكلام ده من سنين، يعني اشمعنى في السعوديه وخاصه بعد الاكل او خلال الاكل دايما القهوه العربي شيء عندهم اساسي. فاكتشفت ان فعلا هي ليها فوائد، هي مش بتتشرب عبثا، لا دي ليها فوائد وفوائد كبيره جدا زي ما قلت لكم في موضوع الهضم ده. فعرفت هما ليه بيشربوها، وضروري جدا احنا كمان نشربها خاصة بعد الاكلات الدسمة، لانها فعلا فعلا مفيدة جدا. في اسهل من كده؟ عايز اقول لكم ان انت لو رايحة النادي مثلا بالولاد وبيلعبوا رياضة او بيجروا كتير وبيمارسوا مجهود او بيعملوا مجهود كبير، فتاخدي لهم الكرات دي معاكي، كرات طاقة، يعني طاقة طاقة يعني. احنا نقدر نعملها ونحطها في التلاجة تجمد كده، ونحطها عارفين القوالب الصغيرة الورق دي زي بتاعة الكب كيك كده بتاعة الحلويات، تتحط فيها وتاخديها معاكي كده في لانش بوكس كده النادي، هتبقى حلوة جدا جدا. ماشيين مسافة ورايحين في مكان مسافة كده وهتجوعوا الكلام ده كله، فحاجة زي كده هتديكوا طاقة وهتشبعكم. ولا اسهل من كده بصراحة. وكمية بقى، يعني الحبة اللي احنا عملناهم دول، مقدار اللي احنا عملناه يطلع معاك كمية محترمة.
اسمها كان غريب بالنسبة لي بس طلعت تحفة. حلو قوي. تعالوا بينا بقى نرجع للكبسة بتاعتنا وارجع احطها على النار الكبيرة تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. وناخد ليلى على التليفون. يا ليلى الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا حبيبتي. ازيك؟ ربنا يكرمك يا روح قلبي. كلك ذوق حبيبتي والله. يا روحي ما تحرمش منك. واياك يا روح قلبي واياك. الحمد لله منوره شكلك. بنوركم انتوا يا حبيبه قلبي والله العظيم. تسلميلي ما تحرميناش من دعواتك. حاضر نورتينا يا حبيبه قلبي. انا دلوقتي حطيت ميه مغليه، زودت بقى الميه. الكلام ده بعمله امتى؟ بعد ما اتاكد ان اللحمه خلاص استوت. طبعا اللحمه قدامي هي لسه ما استوتش السوى الكامل، بس عشان الحق اعمل بقيه الوصفه. اول ما تلاقي اللحمه خلاص استوت بتدوسي عليها تلاقيها خلاص كده طريت معاكي، هتبتدي تحط لها الملح، وملح طبعا على قد كميه الرز واللحمه اللي معانا. خلاص احط كمان قرن فلفل كده، شيل بس الجزء اللي فوق ده واحطه سليم زي ما هو. ناخد بس الريحة بتاعته. الرز بتاعنا احنا غسلينه ونقعناه نص ساعة ومصفينه، بينا نضيفه بقى. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. كوباية الرز البسمتي بتاخد كوبايتين من الشوربة او المية. بينا بقى نعلي بقى النار. بعد ما نحط الرز نعلي النار. احنا كنا بنسوي الفراخ على نار، اللحمه على نار هاديه. اول بقى بحط الميه المغليه واحط الرز لازم اعلي النار كويس جدا جدا عشان الرز يغلي معايا بسرعه. فتعالوا نغطي ونسيب الرز يغلي، ولما يغلي كويس قوي ويتشرب هنهدي النار ونحط الجزر. اوعوا تروحوا في اي حته، مستنياكم. نطلع فصل صغير خالص وراجعين على طول. رجعنا لكم تاني بعد ما خلصنا طبق الحيسة خطير. تمام، وجهزنا كده القهوة بتاعتنا، هنبتدي نعملها بقى مع بعض. جهزنا السيرفيس بتاعها. تعالوا بينا بس الأول نشوف الكبسة أخبارها إيه. كنا حطينا الرز وحطينا الملح وكل حاجة تمام التمام. هبتدي أقلب بقى علشان الرز ما يلزقش معايا ويشيط في الأرضية، وحط له بقى الجزر. بحب أحط الجزر في الآخر خاصة إن إحنا بشرينه، عشان في الاخر الاقيه يعني يبقى موجود، بيدي طعم مسكر ولذيذ جدا للكبسه. دي اضافه ممكن الاستغناء عنها. يلا بينا نغطي ونهدي ونسيب الكبسه تستوي وتكمل تسويتها. هايل. وتعالوا بينا بقى نشتغل في القهوه العربي بتاعتنا. حضر البراد ونقول المقادير. ومقاديرنا هتكون عباره عن عندنا 3 معالق كبار من القهوة العربي، هنحتاج 3 كوبايات مية، ربع كوباية من الحليب البودر أو معلقة كبيرة من الحليب البودر، زعفران، 2 حبة من القرنفل، ونص معلقة صغيرة من الحبهان البودر أو حبتين 3 من الحبهان الصحيح، بس ندقدقه كده في الهون عشان نخرج الريحة بتاعته والطعم، ونص معلقة صغيرة من الجنزبيل البودر. فتعالوا بينا كده المقادير واضحة وباينة معانا. نبتدي نحط المية في الكتل. بسم الله الرحمن الرحيم.
كده 3 كوبايات، احط لهم بقى 3 معالق من القهوه. ريحتها حلوه قوي. احط كمان القرنفل، الجنزبيل والحبهان، لو متاح بودر تمام، مش متاح بناخد الحبهان السليم في المدق بتاع الهون وندقدقه علشان نخرج منه كل الطعم والنكهة بتاعته ونحطه في القهوة. تمام، انا مش هحط لبن عادي، انا هحط لبن بودر بس مش دلوقتي. هرفع القهوة بتاعتي. نسينا نحط الزعفران. بداله لبن بودر. تمام، الزعفران ده بقى ايه، زي الذهب كده بالجرام. حط كده كام شعره من الزعفران ونقفل ونرفع البراد بتاعنا على النار. نحطه فين؟ نحطه هنا كويس هنا. تمام، القهوة العربي بتحتاج ان هي تستوي، يعني تقعد تغلي كتير، غير القهوة التركي اللي هي يدوبك بنحطها على النار وقالوا اول ما تبتدي تغلي وتقوم كده بنروح شايلينها على طول. لا، دي لازم تغلي، وتغلي 10 دقايق على نار هادية علشان نستخلص كل الطعم وكل النكهة اللي موجودة في كل التوابل اللي احنا حاطينها. وبعد كده اخر غلوه خالص بضيف لها معلقه من اللبن البودر، ده بيهدي شويه من المراره اللي بتبقى قويه في القهوه. تمام، فهنسيبها بقى تغلي. الزعفران هيبتدي كمان يدي لون كده مصفر لطيف قوي للقهوه بتاعتنا. عايز اقول لكم من المشروبات قد ايه مفيده جدا جدا. ممكن كتير ما يستسغش طعمها بس هي مفيده جدا جدا. محضرين بقى حاجه القهوه، مجهزين تمر كمان ومجهزين الاستكانات بتاعه القهوه بتاعتنا او فناجين القهوه العربي والدله بتاعه القهوه اللي بتحافظ عليها تقعد معانا فتره سخنه لانها ما بتتشربش بكميات كبيره، على قد كده تبقى حاجات صغننه كده في الفنجان، شويه صغننين كل واحد شويه صغننين، فبتفضل معانا بتقعد معانا مده بقى طول ما احنا قاعدين، بكل فتره كده بناخد حبه صغننين، فلازم تتحط في الترمس بتاعها علشان تفضل سخنه طول الوقت. زي ما قلت لك التمر ممكن يتقدم مع القهوه، ممكن تقدمي بقى معاه قشطه، طحينه، اي حاجه، بس احنا كان النهارده مقدمين معاه الحيسه. انا حبيت اظبط لكم الدنيا كلها كده عشان ايه يبقى الموضوع باين معانا. اتاكد كده من الرز الدنيا تمام وبيغلي والنار هاديه، نخليه يكمل تسويته براحته خالص. نقدر دلوقتي ان احنا نطلع فاصل، ونرجع من الفاصل بقى تكون الكبسه خلاص استوت، يكون كمان القهوة العربي استوت، نقدمهم وهتروح في أي حتة مستنياكم. رجعنا لكم تاني والقهوه بتاعتنا غليت واخدت كفايتها. هبتدي احط لها بقى معلقه من اللبن البودر، يفضل اكتر من اللبن العادي. تمام، اخد معلقه كده واحطها، زي ما قلت لكم دي اختياري بس هي بتدي طعم حلو، بتخلي كمان القهوه ما يكونش فيها مراره قويه قوي. كمان نخلي ده كده على النار لحظات تانية كده بعد ما حطينا الحليب، يغلوا بقى مع بعض كويس جدا، وبعدين نشيل القهوة علشان نبدأ ان احنا نصبها في الترمس زي ما قلنا. طبعا يفضل ان احنا نصفيها علشان احنا حاطين قرنفل، ولو حاطين الهيل سليم زي ما هو فيفضل ان احنا نصفيها. خليها بس تغلي غلوتين كده مع بعض ونبص بص اخبار الكبسة ايه. بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله كمان شايفين كده استوت اهي.
تكاية، فاضل تكاية بسيطة، ريحتها خطيرة وشكلها تحفة ما شاء الله. نصب القهوة وبعدين نغرف الكبسة. تعالوا بينا يلا ناخد قهوتنا كده بعد ما غليت وريحتها كده ملت الدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم. الريحة خطيرة. وناخد ام شريف على التليفون. الو، ايدك يا جميلة على كل حاجة بتعمليها. تسلمي يا روح قلبي. والله على الفطير امبارح والله العظيم قمت عملته على طول. بجد؟ ايه رايك؟ قمت عملت الفطير على طول وبعدين عايزه اسلم على السيف حمدي. تسلم ايدك، انا بقول لك الزرار من ايدك سهل وسلامي للشيف. ربنا يكرمك. سلمي لي عليك. يوصل ان شاء الله. خلاص بقى يقول لكم روحوا ولا ايه؟ هو اللي كل حلقه فطير هو اللي يعملها. تسلم ايديه وتسلم ايدك يا حبيبتي. تسلمي روح. انت دايما بتستفزينا بحاجاتك الجميله يا حبيبه قلبي. تسلمي لي. وانت بالعيش البواقي الله اكبر عليكي حبيبتي. تسلمي لي يا ام شريف والله. ربي يبارك فيك ويخليكي حبيبتي، ويبارك في ريهام الجميله المحترمه اللي بترد من القناه. ربنا يعزك يا روحي. والقائمين عليها كلهم حبيبتي. ربنا يبارك لك وسلامي لكل القائمين عندك يا فاطمه. يا رب يبارك. يوصل ان شاء الله. امين يا رب. امين يا رب يا حبيبه قلبي. تسلمي لي يا ام شريف والله. تسلمي لي، نورتينا واسعدتينا. اتفضلي معانا بقى قهوه عربي. تعالوا نصب القهوة. الله على ريحتها يا جماعة، خطيرة بجد بجد والله. تسلم ايدي. لا بجد تحفة ما شاء الله. لا بنحتاجهم كتير. لا خلي دي قدام كده زي الفل. يلا بينا نرجع للكبسه بتاعتنا علشان نقدمها بقى ما شاء الله لا قوه الا بالله. يلا بينا اتاخرنا. يلا بسم الله الرحمن الرحيم يا جماعه. الموضوع كبير. يلا ما شاء الله بسم الله. ايه الحلاوة دي؟ يعني الحلة طالعة فلة فلة. نروق بقى وننزل كده الكبسه، نظبطها بين اللحمه. بصوا بقى ده اللي انا كنت بقول لكم عليه في بدايه الوصفه، قد ايه اللحمه بيطلع شكلها كانك محمراها، مش لحمه مجرد ان هي اتعملت في رز وشكلها مسلوق، لا حسي كده ان هي متكرمله كده واخده لون حلو قوي. بصوا جمال. طبعا التقطيعه بتفرق، فهتلاقونا مقطعينها شرايح رفيعه كده علشان ايه ما تاخدش معانا وقت كبير في التسويه، ويبقى كمان طعمها لذيذ ومتشربه كويس قوي من الصوص والتوابل اللي احنا حاطينها. معلش احنا صارفين ولازم نبين اللحمه. دي حقيقه. دلوقتي بقى يعني الموضوع بقى مكلف جدا ان احنا نشتري لحمه، فلازم نبينها بصراحه. الموضوع بقى مختلف تماما. ايه يا جماعه الحلاوه دي؟
طب شمين الريحه. يلا بينا. يعني تكملت بقى الطبق الحلو ده اي مكسرات عندنا في البيت، هنحمصها، نحمرها يعني كده في معلقه صغيره من السمنه، وبعدين ايه نرشها على الوش رشه كزبره خضراء هتدينا طعم حلو قوي. تحفة جدا يا جماعة. الكزبرة هنا مش مجرد تزيين، الكزبرة هنا بتدي طعم خطير. بس كده، ولا أحلى من كده ولا أشيك من كده. وتعالوا بينا بقى ايه نحط السيرفيس مكانه. تسلموا والله، اخرت عليكم ولا ايه؟ احنا زي الفل ما شاء الله علينا، ربنا يكرمك يا استاذ احمد. كده خلصنا، خلاص روقنا دنيتنا، خلصنا وصفاتنا. تهيألي الحلقه النهارده كانت مميزه جدا بوصفاتها كمان اللذيذه جدا. انا عايزاكم تجيبوا يعني شكل الكبسه واللحمه قد ايه شكلها متحمر. اللحمه كانها بالظبط يعني استوت وتحمرت. بصوا جمال ده، نتيجه التحميره الاولانيه اللي احنا عملناها للكبسه. حطينا اللحمه كانت اول حاجه حمرناها تحميره محترمه، واخدنا منها بقى كل الطعم والحلاوه بتاعه الدهون بتاعه اللحمه لما نزلت في الصوص واستوى فيها الرز. لا الموضوع كبير والطعم خطير. يا رب تكون حلقه النهارده نالت اعجابكم. عملنا النهارده الحيسه السعودي، عملنا كمان القهوه العربي، وعملنا الكبسه، وكل ده باستخدام الهيل او الحبهان. اتمنى تكون الحلقه افادتكم. يا رب ان شاء الله هستنى تعليقاتكم تطبيقاتكم على بيج العزومه. وكنت معاكم فاطمه بوحاتي، اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عايز تشوف الحلقة مرة تانية؟ اعمل سكان بالموبايل علشان تدخل على قناتنا PNC Food على اليوتيوب وتابع كل اللي فاتك.